دي عشان نفهم تفاصيلها. بس اسمحوا لي ناخد هاتفيا سياده النائب المهندس احمد سمير رئيس لجنه الصناعه في البرلمان. اهلا بحضرتك يا سياده النائب. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على ضيوف حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. يعني بوجود حضرتك معانا على التليفون في البدايه، عايز اسالك على الاستراتيجيه دي، اتقدمت قبل كده وبعدين اتقال ان هي اتعطلت، وبعدين دلوقتي المعلومات اللي عندنا ان في مكتب الماني كلف بصياغه الاستراتيجيه، استراتيجيه لصناعه السيارات. اولا وضعها ايه يا فندم هذه الاستراتيجيه دلوقتي، وحضرتك كرئيس للجنه الصناعه اللي هي المعنيه بالاساس بهذه الاستراتيجيه وهذا المجال، يعني بتطمح ايه من هذه الاستراتيجيه وفكره قانون ينظم سوق السيارات في مصر؟ يمكن انا اول مره اطلع اتكلم. الو، اتفضل يا فندم حضرتك على الهواء. يمكن انا اول مره اطلع اتكلم النهارده من وقت دخول الاستراتيجيه للجنه الصناعه في شهر اكتوبر 2016 لغايه النهارده. يمكن احنا ما طلعناش ولا تصريح في اي جريده، صحيح، ولا اتكلمناش على موضوع الاستراتيجيه، لان صحيح كان الموضوع مغلق وقتها للظروف الاقتصاديه اللي كانت بتمر بيها البلد. احنا اتحللنا في لجنه الصناعه زي ما حضرتك ذكرتي في الاول، اتحللت لنا مشروع قانون مقدم من الحكومه بما يسمى استراتيجيه لصناعه السيارات او رؤيه لصناعه السيارات والصناعات الموازيه لها في مصر. الكلام ده كان في شهر اكتوبر 2016. يمكن عملنا اكثر من 13 جلسه استماع مختلفه، اعتقد ان يعني حضرها معظم الناس اللي كانوا مهتمين بالصناعه، واستمعنا لجميع الاطراف سواء كانت حكوميه من اكثر من وزاره، واستمعنا للمصنعين سواء كانوا مصنعين الصناعات الناس المصانع اللي بتجمع العربيات والصناعات الموازيه لها، واستمعنا ايضا للتجار. طلعنا بتسع ملاحظات على الاستراتيجيه. ايه هي يا فندم سريعا؟ لجنه الصناعه. حضرتك عايز تسمعي التسعه بالكامل؟ طبعا طبعا. طيب يعني انا قدامي وقت يعني مع حضرتك يا فندم، بس ده موضوع، ده موضوعنا دلوقتي، وحضرتك يعني تتداخل كمان مع ضيفي الكريمين. بس استاذنك يا شباب، ممكن ادي لحضرتك او نعلي الصوت بس هنا لو سمحتوا يا شباب. بستاذنك سياده النائب ثانيه واحده مع حضرتك، بس نعلي الصوت عشان نسمع كده ابرز الملاحظات اللي دونتوها عن هذه الاستراتيجيه. اتفضل يا سياده النائب. ابرز الملاحظات يا فندم ان الاستراتيجيه لوحدها مش هتشتغل، كان لازم ان احنا قبل ما نبدا ان احنا نصلح الوضع في الاستراتيجيه في عده قوانين اخرى متداخله مع الاستراتيجيه، كان لابد من النظر اليها وتعديلها ايضا. يعني النهارده الهدف من الاستراتيجيه ان انا ازود حجم السوق بتاعي، ولكن انا النهارده بدون القوانين اللي كانت ليها ذات الارتباط اللي موجوده زي قانون الجمارك، زي قانون الصناعه نفسه، الهدف الاساسي منها ما كانش هيتحقق. ده ابرز الاهداف اللي احنا اتكلمنا فيها. الحاجه الثانيه يعني النسب اللي كانت بتعطى وقتها للصناعات المغذيه علشان مجمعين السيارات يكمل ال 45%، 46% يا فندم، 45 في وقتها كان 45 وقتها كان 45 دلوقتي 46. حضرتك صح وانا صح، تمام تمام يا فندم. النسب دي كان مغالى فيها، هي كان ممكن انها تبدا وقت بتبدا صناعه جديده وقت من الاوقات، النسب ده هي ما حدش قرب لها يمكن من التسعينات. فالنهارده انا علشان ادخل بصناعه مغذيه، هم كانوا اعتقد 17 ايتم او 17 فن، منها فيهم خطوط التجميع وفيها خطوط الدهان الى اخره. انا ال 17 ايتم دول كان فيها نسب مغالى فيها، يعني كان في حاجات معينه ما كانتش بتمثل النسبه الحقيقيه. فاصبحت النهارده الحكايه اصبحت ان انا بكمل نسبه اكتر لما اكتر مني انا ان انا بعمل صناعه مغذيه. الناس الثالث او يعني نسمع دايما الردود اللي كانت بتجيلنا، شوف المغرب مثلا بقت فين واحنا فين؟ بدات بعدنا. شوف مين فين معلش تاني؟ المغرب. المغرب فين واحنا فين؟ تمام. واحنا فين؟ المغرب خدت موديل واحد من براند معين وبدات انها تشتغل عليه. احنا النهارده السنه اللي فاتت عندنا 30 موديل مختلف اتجمعوا في سيارات الركوب في مصر. فالاحجام اللي بتطلع ما بتشجعش الصناعه انها تكون موجوده. لو كل واحد النهارده هيجمع لي من الموديل ده 1000 عربيه، ده ما يشجعش نفسه ان حد
النهارده هيدخل ان هو يعمل صناعه مغذيه او يدخل صناعه، لان في نهايه اليوم هو هيبيع 1000 قطعه او هيبيع 2000 قطعه. فالموديل بتاع المغرب او زي ما بدات المغرب زي ما بدات تركيا زي ما بدات جنوب افريقيا زي ما بدات الصين كانت باديه على اسره ان هو موديل واحد وانا هشتغل عليه. احنا النهارده عندنا السنه اللي فاتت كان 30 موديل كلام على 2018 من اكثر من 17 مصنع مختلف. ممكن استاذ خالد يصحح لي الارقام لو انا لا مظبوط حضرتك حسمع اراء ضيفيه. اتفضل النقطه الرابعه يا فندم. النقطه الرابعه يا فندم ان انا زي ما قال استاذ محمد دلوقتي انا النهارده بخالف فيها بعض الاتفاقيات الدوليه، فانا مش عايز النهارده زي ما قلنا او يعني كانت عرض علينا ان انا هشوف البرازيل عملت كده وبعدين على بال ما هم يرجعوا عليا بعدها بفتره من الفترات هكون انا حسمت وضعي في السوق. لا، احنا النهارده دي دوله، فالدوله النهارده يعني النهارده مش هقدر اخالف اتفاقيات انا بوقعها مع دول ثانيه. هل بتشوف يا فندم انه هذه الاتفاقيات الدوليه يجب ان تعاد صياغتها او يعاد النظر اليها؟ الاتفاقيات الدوليه النهارده اللي احنا وقعنا عليها يعني اعتقد ان فيها اتفاقيات كتير ليها لصالح يعني لصالحنا احنا سواء كان الميزان التجاري فيها لصالح مصر مع كثير من الدول. فانا اعتقد ان هيكون صعب ان انا النهارده بعد ما بمضي اتفاقيه ان انا ارجع تاني النهارده اشوف لا انا النهارده بقى يعني هبص عليها من الاول تاني. طيب النقطه الخامسه يا فندم. النقطه الخامسه احنا قلنا ان النهارده ان المشروع القانون كان فيه النهارده انا هاجي افرض نسب جمارك مختلفة على او نسب جمارك ثابتة على جميع السيارات. نسب الجمارك ده هي هتشمل احنا عندنا ثلاث دول احنا بنتعامل معاها، دول ليس لها اي اتفاقية معانا، يعني مش اتفاقيات معانا، ودي كان ليها نسب جمارك محددة. وفي دول ثانية انا زي المغرب او زي الاتحاد الاوروبي، المغرب وتركيا والاتحاد الاوروبي دول الاثنين الثانيين. طب انا النهارده هاخد ايه لما انا انزل له الجمرك بتاعه من غير ما يبقى اي اتفاق بيني وبينه او ان انا اعمل فيها اي حاجه؟ ده تساؤل مهم. النقطه السادسه، النقطه الاهم ودي اهم نقطه، النقطه الاهم هي الماده 23 من قانون الصناعه رقم 21 لسنه 58. الماده دي بتقول يعتبر منتجا مصريا. يعتبر ايه؟ معلش يا فندم الصوت قطع. منتجا مصريا. كل انتاج زاد التكاليف انتاجه على 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع. يعني ببساطها يعني انا النهارده يعني اي منتج لو تكوينه زاد عن 25%؟ لا يا فندم، لو تكاليف، لو تم اضافه مكون محلي لا يا فندم بنسبه 25% يبقى منتج مصري. لا يا فندم، مش اضافه مكون محلي. يعني انا النهارده تكاليف الانتاج، عناصر تكاليف الانتاج تمام، هي الاجور، مرتبات، اهلاك الالات، اعلانات، وقود تمام الى اخره تمام. فانا النهارده ما عنديش صناعه حقيقيه ممكن اضيفها، بمعنى انا ممكن اجيب لحضرتك تلفزيون من الخارج مفكك الى قطعتين واربطهم مع بعض ويصبح منتج مصر، منتج مصري. فده اللي حصل في الصناعات المغذيه. تعالى النهارده نمسك الصناعات المغذيه ال 17 ايتم احنا بنتكلم عنهم، ناخد ايتم ايتم، ايه هي بقى القيمه المضافه الطبيعيه اللي انا النهارده اقدر اضيفها عليها علشان اقدر اتحكم على الاقل في سعرها. كل ما مدخلات الانتاج المحليه تزيد كل ما اقدر اتحكم في سعري، او كل ما النهارده تكلفتي تكون اقل. طيب هستسمح حضرتك سياده النائب، هتخليك معايا بس اسمع تعليق ضيفي الكريمين. استاذ خالد اتفضل. مساء الخير سياده النائب. نور. انا طبعا تشرفت بان سمعت ملاحظات حضرتك على الاستراتيجيه، بس كان ليا سؤال مهم جدا. طبعا من ملاحظات حضرتك على الاستراتيجيه بتؤكد او بتؤيد ان كده الاستراتيجيه لن ترى النور، بمعنى ان النهارده لو انا هتني عندي ملاحظات على الاستراتيجيه، هي احنا ليه اتناقشنا في الاستراتيجيه واتناقشنا في مجلس النواب في اكتر من اجتماع عشان يبقى في استراتيجيه لصناعه السيارات؟ هو عشان ندعم ونعمق المكون المحلي في مصر. لو احنا ما بقاش عندنا استراتيجيه يبقى معنى كده ان انا هستمر استورد سيارات من الخارج
وما يبقاش عندي انتاج محلي سواء للسوق المحلي او الاسواق الخارجيه، لان انا النهارده مش بشجع الانتاج فقط للسوق المحلي، ولكن انا بدور ان انا يكون عندي عمله اجنبيه تجيلي من التصدير اللي انا هعمله من الثروات اللي هتصنع في مصر او من المكون المحلي اللي انا هصنعه في مصر. طب اذا كان احنا عندنا مشكله في تصنيع سياره، في تجميع سياره وليس تصنيع، في تجميع سياره في مصر، وعشان ما عندناش استراتيجيه واضحه لصناعه السيارات في مصر، طب ليه ما نعملش زي تونس ونتوجه في ان يكون عندنا رؤيه لصناعه مكون محلي، لان ده احنا عندنا ما عندناش مشكله فيه في الشركات الاوروبيه. احنا ليه ما نعملش اضافات للاستراتيجيه اذا كان عندنا مشكله في صناعه او في تجميع سياره محلي؟ عشان الملاحظات اللي حضرتك قلتها يبقى معنى كده ان احنا مش هنقدر نطلع، الاستراتيجيه دي مش هتطلع للنور. سياده النائب، هل الاول بس يعني انا الاول وصل للاستاذ خالد، ده دقيق في فكره انه كلام حضرتك. انا عايز اسال بس الاستاذ خالد سؤال، هو سالني سؤال وانا هرد عليه بسؤال وهجاوبه طبعا على هذا السؤال. اتفضل. هو استاذ خالد حضرتك متفق معايا في النقاط دي؟ طبعا لا طبعا لا جدا. تمام ممتاز جدا. يبقى احنا النهارده رجعنا الاستراتيجيه في شهر مارس 2017 وقلنا للحكومه مشروع القانون اللي جاي من عندك في الملاحظات اللي انا قلت عليها. حصل المفروض يا فندم ان الحكومه تعدل الكلام ده وترجعه لي تاني. مزيد. صح ولا لا؟ تمام. طيب لغايه النهارده انا ما لقيتش حاجه في اللجنه. احنا النهارده طلبنا من رئيس المجلس ان احنا نرجع نشتغل 1/9 بعد الكلام اللي يمكن في الفتره الاخيره اللي تم تداوله في وسائل الاعلام والسوشيال ميديا و و و و و احنا بدانا كلجنة صناعة ونزلنا وزورنا بعض المصانع في مدينة السادس من أكتوبر علشان نؤكد على أهمية الصناعة، وإن احنا النهاردة لازم هيبقى في رؤية وفي استراتيجية حتطلع. طيب سيادة النائب، بس الجزئية المهمة قوي اللي قالها أستاذ خالد المتعلقة بفكرة المكون المحلي، يعني هل نقدر ان احنا نطمح اننا نركز على موضوع ان يبقى عندي مكون محلي حسب ما انا فهمت، وده اللي ركز عليه اكتر واشتغل عليه اكتر؟ لازم يا فندم. لا مش انا النهارده يعني البيزنس بلان بتاعهم هم اللي يحددوه، ده دي امور تنفيذيه، ولكن انا النهارده عندي وضع بقاله اكتر من 20 سنه ما حصلوش تصحيح. صحيح. فاحنا علينا كلجنه صناعه ان انا براجع التشريعات والقوانين والقرارات الوزاريه، برجع الوضع للوضع الصحيح. طيب وقتها بعد ما بيحصل الاصلاح ده، قد يكون زي ما احنا حضرتك ذكرتي ان كان في مكتب هيتم الاستعانه بيه، مكتب الماني المفروض ان المهندس عمرو نصار بالفعل بيتابع معاه دلوقتي. بالظبط. ده كان من ايام المهندس طارق قابيل، وانا زرتهم في المانيا شخصيا، وكان معايا مساعد الوزير وقتها المهندس حسام خطاب في شهر مارس 2017، وهم جم بعد كده وحصلت مقابله بيننا وبين المهندس طارق قابيل الوزير السابق مرتين في مكتبه، وعملنا اكتر من ورشه عمل مع بعض. الاجراءات بعدها دي امور تنفيذيه. طب بس يعني هل معلومات حضرتك انه الملاحظات اللي ذكرتوها دي كلجنه بالفعل تم الاخذ بيها في وهم دلوقتي مش شغالين على اعاده الصياغه؟ يا فندم ما انا بقول لحضرتك احنا عملنا اكتر من ورشه عمل، واحنا قلنا كملاحظاتنا كجهه تشريعيه، وكانت الجهات التنفيذيه الممثله في وزاره التجاره والصناعه كانت حاضره، وجهات اخرى كمان كانت حاضره، سواء كان ممثل عن البنك المركزي او كانوا حاضرين برضه. اسمح لي اسمع بس وجهه نظر استاذ محمد. استاذ محمد ليك اي تعليق عايز تقوله لسياده النائب؟ هو طبعا الاتفاقيه، طبعا مع كلام سياده النائب، والاتفاقيه طبعا هي مش للسيارات فقط، هي للصناعه لجميع السلع. هي تجاره حره ومفتوحه. فوارد ان الاتفاقيه تكون في مصلحه الدوله بشكل عام. ممكن يكون بشكل خاص للسيارات في فرص راحت علينا او ضاعت علينا، زي مصنع المغرب، لان هم قدموا امتيازات كتير جدا للشريك الاجنبي عشان يقدر ان هو يخش وينتج هناك. فاحنا حاولنا ناخده المصنع ده؟ كنا حاولنا، دخلنا في مناقشات، لكن هم كانوا قدموا تسهيلات اكتر، تسهيلات اعلى بكتير. طيب انا عايزه برضه حضرتك تتكلم مع سياده النائب، نستغل وجوده على فكره السيارات، على يعني موضوع السيارات الكهربائيه، وانا عارفه ان ده موضوع بالفعل بنتكلم فيه. ايه اهميته وازاي ممكن البرلمان يدعمنا في الفكره دي يا فندم ونقدر نشتغل عليها؟ هنحقق ايه من فكره السيارات الكهربائيه؟ السيارات الكهربائيه في وجهه نظري هي ممكن تقلب الموازنه بتاعه الميزانيه تماما، لان احنا هنوفر كتير جدا من الدعم اللي بيحصل على السولار والبنزين،
في حاله ان احنا اشتغلنا بالطاقه الشمسيه او بالرياح هنقدر ان احنا نوفر كم كبير جدا من الميزانيه، وهنوفر التلوث، هنوفر العلاج اللي بيتصرف على جميع رجال الشرطه والجيش اللي واقفين في الشوارع ليل نهار بيتعالجوا بسبب التلوث اللي موجود في الشوارع. هنوفر والمواطنين نفسهم يا فندم والله هنوفر التلوث السمعي، لان طبعا في عربيات كتير بتبقى يعني مهتمين ان هم يخلوا صوت العربيه عالي او ان هم يغيروا في الشكمان بتاعها عشان يخلوا العربيه صوتها عالي، طبعا ده شيء مزعج جدا. فهي بتوفر حاجات كتير جدا وهي المستقبل، واذا كان هيبقى في دعم لصناعه السيارات فلازم يكون التوجيه في الدعم على السيارات او التوكيل اللي هيقدر يصنع او يجمع عربيات كهرباء.